يشكوا في التجارب ساعات. و... هل صالح لاستماع الأطفال؟ أي. آه نعم. أوكي. اللي هو. تفضل نجمي قط. الوغ اليوم اخترنا باش نحكيو في اللي رمضان على الابواب، اخترنا باش نحكيو على حشيشة رمضان وما ادراك ما الله اسكو غيرمون هل هي موجوده والا تهيؤات؟ علمين علمين موجوده حشيشة رمضان؟ موجوده حشيشة رمضان موجوده علميا وما هيش خرافه. اما تجي في الجمعه الاولى نتاع رمضان يعني الفتره الاولى كها، ومن بعد الفي نتاعها يمشي ينقص الفتره الاولى نتاع قديش 25 يوم الجمعه خاطر توازن 30 يوم كامل ماكش بيك سايبني محشش صح انا العيد صحيت علاش فما حشيشة رمضان علاش دونك عندنا زوز اسباب. السبب الاول البيولوجي وفما سبب سلوكي. بالنسبه للسبب البيولوجي احنا وقت اللي نسيمو نسبه السكريات في جسم الانسان باش تنقص، دونك كي تنقص نسبه السكريات اوتوماتيكمون القدرات الذهنيه نتاعنا باش تنقص او فوريا ميزور. وفي انه فماش سكريات اللي هو يتمثل في الانرجي اللي هي تعطيها للبدن الانسان، دونك البدن نتاعنا باش يولي فاتيغي، دونك باش يولي فما ان غالونتيسمون لجسم الانسان. والبدن كي يبدا تاعب ومرهق لي زيموسيون نتاعنا باش تبدا عاليه برشا، دونك باش يوليو على اعصابنا برشا وي باش يوليو ما عادش نجمو نتحكمو في احاسيس الغضب نتاعنا. هذا هي السبب البيولوجي. السبب الثاني اللي هو السبب السلوكي، الصيام فيه سلوكيات جديده. علاش تفكر انا نضحك على خاطر فما حاجه معناتها هو رمضان واحنا مدعوين انه نصبروا اكثر، انه احنا نتحكموا اكثر في رواحنا، انه نتعبدوا اكثر، انه نكونوا احسن فيرسيون من انفسنا في هاك الشهر الفضيل. واحنا معناتها من الناحيه النفسيه ما نعرفش شنو اللي يصير لنا بالضبط باش لعبت تولي فاقده للصبر للدرجه هذه والسيطره على روحها. شو هو الجمعه الاولى راهو نقولوا معناها كيفاش قاعد تتاقلم تبدا اكزاكتومون معناها التغيرات. قولوا ها باش نعطيك مثال، انا مثلا متعوده على قهوه الصباح ما نجمش نبدا النهار انا باش نحكي فيه ربي قهوه الصباح باش نحكي فيه. اما اذا ما شربتش قهوه الصباح نهار الاولاني راسي يوجع واكهو اكزاكتومون وما نطلعش الغش نتاعي ولا الحرمان نتاعي على الناس اللي ما عندهم حتى ذنب اللي انا ما شربتش قهوه على خاطر اني صايم. هذا هو خياري اني الجمعه الاولى صعيبه ومن بعد لي بيان في نتاع صيام رمضان باش يبدا في غير ميزور. والله على ذكر القهوه ريت التدوينه اللي دكتور حاتم غزيل تحيه ليه قال انه تنجموا ليميت هذيا قبل رمضان توخروا بنص ساعه كل مره بشكل منجله ما تعملش هكا في رمضان خاطر الحقيقه تاثيرتها كبيره القهوه. نجيو للسبب الثاني، قلنا انه فما السبب السلوكي، الصيام فيه سلوكيات جديده يعني ان ريتم سوسيال الكل باش يتبدل. كيفاش؟ ملي انا نكون مستانس اني مواظب ناخذ 3 وجبات في النهار، دونك انا ديجا باش نركز على اني فقدان على فقدان الطعام دو ان اللي انا مانيش باش ناكل، اني انا مانيش ناخذ 3 وجبات اللي انا مستانس بهم. ثاني حاجه اللي انا باش نولي نركز على اني ما نغلطش باش ناخذ 3 وجبات هذوكم، دونك فما تركيز جديد على اني ما نغلطش. حاجه ثانيه لو ريتم دو في باش يتبدل، اوقات العمل باش يتبدلوا، ملي انا كنت ناخذ بوز باش اني نحكي فيها مع اصحابي اي جو بارتاج باش يتنحى، وهذوما اللي يشكلوا قلق في الريتم نتاع الانسان خاطر يطلبوا من المخ تركيز جديد خاطر فما نوفيل ابيتود. دونك هذوما هما اغلبيه الاسباب اللي نحكيو فيهم على حشيشه رمضان. وزياده على ذلك النقص في النوم، دونك نعرفوا انه خاطر فما شكون يمشي للسحور يسحر وبعد يرقد. السهريات الموجودين في رمضان عمل شيرة فوق الرقم عمل شيرة نستنيو نستنيو في الكيس لها تحشم عندي الغزرة اللي تحشم هذيك اي اليه دونك بارك الله لكما يلا رمضان كريم. وقت تغييرات في وقت النوم دونك عنا سهريات وعنا تغيير في وقت السحور، دونك لهنا باش تصير بيرتورباسيون على وقت النوم. على قد ما الانسان يبدا ماهوش راقد بالكدا اوتوماتيكمون سافا امباكتي لو مور نتاعو، والعكس بالعكس كي نبداو راقدين بالكدا لو مور نتاعنا باش يكون باهي. دونك غير محشية رمضان موجوده، دونك عندنا دي فاكتور بيولوجيك عامل بيولوجي العامل السلوكي والنقص في النوم.
يقول القائل الجماعة اللي تاخذ في دي سوبستانس مستينسة كيما الدخان كيما القهوة كيما الكحول وحتى زاد الكنابيس فما عبيد اللي هما مدمنين على دي سوبستانس هذوما باش يتقلقوا اوتوماتيكمون في رمضان. هذيك علاش اغلبيه العبيد كي تسالهم معناها في العائله نتاعنا والانتوراج فما يقول لك رمضان يقلقني فما شكون يقول لك لي الجروب الاول ما اللي ما يقلقوش خاطر هو ماهوش قاعد يستعمل في سوبستانس ما فماش اون اديكسيون على سوبستانس والجروب الثاني يقول لك يقلقني خاطر فما اون سيغتان اديكسيون لسوبستانس معينه. دونك لي سوبستانس اللي انا كنت نحكي عليهم اللي هما كيما القهوه والسكريات حتى من السكريات فوالا سيت اون اديكسيون. دونك السكر والقهوه والكحول والدخان هذوما سو سون دي سوبستانس بسيكو اكتيف علاش خاطر ياثروا على الدماغ نتاعنا. دونك انا في رمضان ملي كنت ناخو معناها ملي كنت ما عادش ناكل معناتها مانيش ناكل وزيد عليها السبستانس اللي هي اللي انا مستانس بها ماهيش موجوده دونك الفرستراسيون نتاع الانسان باش تولي في الدوبل. دونك ريالمون فما البيولوجي معناتها لا بيولوجيك معناتها لي هرمون نتاعنا والكل ياثروا والمستانس انه يستهلك حاجه مواد معينه كيف كيف باش تاثر وبالتالي والريتم سوسيال باش تاثر على فوالا والسوسيال باش ياثر على لي زيموسيون نتاعنا وهذايا منيش تخلقت حشيش رمضان. من عنده شكون فيكم حشيش رمضان؟ لا ما عنديش حشيش رمضان جمله انا بعدني محشش انا حشيش تفطر انا اما في رمضان بالحق نولي ياسر كالم ou c'est scientifiquement prouvé bon peut-être les jours le lénine qui m'a dit Céline femme مشكل على خاطر اللي بدا يقعد يسادابت مي هي الهرمون نتاع التنرفيز نتاع ستريس الكورتيزول وي اللي تطلع في البدن والكورتيزول بار لا ميم اوكازيون نحب نقول لكم اللي هي تنفخ وتسمن سي اون هرمون كاتاستروفيك للبدن كي تبدا ماهيش مريقله بالكدا نجم حتى الاجي على الانسولين وبرشا حاجات. دونك الصيام سبحان الله يل ريغولاريز الهرمون نتاع الكورتيزول كيما هرمونات اخرين. ايوه دونك الكورتيزول هذيك كي تطيح نورمالمون بالعكس العباد ما عادش تتنرفز خاطر الكورتيزول هي اللي ال بوس لي جون انه يبداو ديما ستريسي وديما منرفزين. دونك انا جو بونس انه الحشيشه في تونس موضه ماهيش في رمضان يستعملوها العباد معناها قصدك باش يبرروا تصرفاتهم اللي ساعات تكون خايبه صراحه. صحيح دونك ساعات واحد كيما اللي كذب كذبه وجدت عليه. دونك في تونس العلم يتكلم ويقول لك راهي موجوده وهذه المسببات نتاعها. بيان سور بيان سور موجوده اما نحن التوانسه عندنا بزيد تلقى هو امريكي اللي يحب يعمل زعما حشيش رمضان خاطر ماشي مع البريك والدنيا والعالم ماشي مع الجو العام انا الحقيقه ما عنديش هذه حكايه الحشيشه بالكل في رمضان بالعكس انا شهر نحبه برشا للحكم العديده اللي فيه لرواحنا نفسيا ولبدننا زاد هالماشين اكستراوردينير اللي لازمها ترتاح على الاقل مره في العام. فما ناس توا ولاو يعملوا في الصيام الانترميتون ولاو يدعيوا للنوتريسيونيست في العالم اجمع انه الناس تصيم على طول العام بطريقه معناتها معينه متقطع. الصيام المتقطع معناتها لوجون انترميتون اللي هو ولا موضه كبيره في العالم اجمع. احنا الحمد لله يا ربي عندنا رمضان اللي هو شهر كامل اونتريت بدنا بالكدا. شو معناتها اونتريت بدنا بالكدا؟ معناتها انه نشربوا الماء بالكدا وقت اللي نشقوا الفطر وقت اللي ما نكثروش عليه. مش معناتها خاطر صايمين لازم ناكلوا كل الماكله هذيك الكل بعد شق الفطر. ردوا بالنا من الشيء هذاك راهو معناتها عندنا اون انستركسيون نحاولوا نتبعوها بالكدا ما نتبعوهاش على خاطرها عاده. نحاولوا نتعمقوا في الحكمه نتاعها بالمجد مش على خاطرها عاده كيف ما قلنا وندخلوا فيها زاده لا كوليغ راهي ماهيش طبيعه ماهيش طبيعه. معناتها العباد يقول لك والله هذيك نرفوزي ولا هذيك نرفوزيه وزيد عليه عاد حشيش رمضان ما ما تقولوش خير. نرفوزي ونرفوزيه ماهيش طبيعه لازم نفهموا شنو هو سبب لاكوليغ هذيك وما نعلقوهاش على شماعه الحشيشه. فوالا دوك راهو صحيح واحد راسه يوجع انا ما نكذبش عندي كان عندي هالديبوندونس هذه راهي للقهوه. فاروق ايه؟ في الكاسك قال لي اكدوا على الكلام الحلو في رمضان على الاخر كل الكلام الطيب الماخذه بالخاطر انه ما نعملوش عرق في صف الخبز راه بالعكس راه شهر انه الناس تتفضل على بعضها الناس اخرين انه نغزروا الناس اخرين وينجم يروح للدار بلاش خبزه بالزيتون حتى لو كان صحه صحه وفرحه تصير مشكله صحه وفرحه ما تعملش عليها فما ستاتيو قاعد يدور تو برشا على مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقه فرحانه به على الاخر قال لك ما تعسوش على الفطر في رمضان عس على اللي صايم وما لقاش شقان الفطر هذاك عاونوا صحيح نتلهيو في رواحنا
نتلهيو في مالينا، نتلهيو في انفسنا، نتلهيو في عباداتنا، نتلهيو في صحتنا، وراه الحشيشه يا الهي نوسع بالنا. لا برنامج اوكازيون بالليل فطر في رمضان يحاول يستر روحه شويه زيد من الفطر. طبعا والله لن يقلق، والله انا نمشي لن يقلق. نقول لك حاجه، تنجم انت تسافر مثلا لبلاد اخرى، والبلاد هذيك ما عندهمش. انا حطيت روحي غد، انت مشيت، معناتها اللي عمل راهو يعمل لنفسه، اللي فطر ولا اللي صام راهو. احترام زاد لازم يكون موجود. ندعو الناس كل نحترم الناس كل، ندعو للعباد اللي تدخن، هذه سيت اون اوكازيون باش انك تنقص صحيت ولا تبطل. ولا تبطل فرصه. بون تبطيل بروسك راهو، تبطيل بروسك راهو صعيب شويه، مي فرصه باش انك تبطل. علاش؟ على خاطر انت مستانس في النهار تتكيف، نقولوا ديزون باكو باهي. انت عندك بعد شقان الفتره عندك الفكره نتاع الكومبونساسيون، تعويض اكل باكو هذاك لازم ينعوضه في وقت قصير ما بينات السحور وما بينات شقان الفتره وما بينات السحور. دونك يلقى روحه الانسان امبليسيتمون يتكيف في الباكو هذاك وحتى اكثر. وي مع السهريات اللي موجودين عندنا توا في رمضان، دونك انكونسيامون تلقى روحك تتكيف. دونك اسال روحك اولا قديش انت لا كاباسيتي نتاعك في النهار نتاع الدخان اللي انت تتكيفها، وقديش انت توي كابابل باش تنقص. باغ اكزومبل كيما قلنا تتكيف انت على باز باكو في النهار، انا جو سوي كابابل باش اني نقص 10 سواق. دونك قديش تولي لاموتي تاع باكو دخان؟ 10 ولا 20 في الباكو الدخان. دونك يقول لك اللي انا نقص 10. دونك كل 10 هذوكم قسمهم من الاول نتاع معناتها بسيجارو في بعد الشقال الفطر، وسيجارو مع السحور، والثمانيه هذوكم تقسمهم في الساعه. كل سيجارو في كل فرصه كبيره لتغيير العادات. وسيرين فزيت بطلوا الدخان. نعم بطلوا، بطلوا فرصه فعلا. نقصوا من الاول. نصيحه اللي زوديتور اللي يسمعوا فينا بار اكسبيريونس، تحب تعدي النهار راسك ما يوجعكش، امورك مريقله، السحور راه سي تري امبورطون. فما عباد يقول لك نسهر تو ناكل حاجه مالحه، ناكل شو اسمه شقان الفطر يسخنوا مش عارف نعمل ويرقد، هذيك ما تسميش تسحرت. في بالك انا مثلا سماريف انه نسهر نسهر ونرقد ساعه قبل السحور، وحتى انا نرقد ونقوم للسحور. نرقد انا يجيش نص ساعه نرقدها لازمني نرقد، لازم البدن يحس روحه رقد وقام باش يدخل في سيكل اخر. صحيت واجرها كبير، يدخل في سيكل اخر ويتسحر، ويتسحر حلو يعني اشرب قهوه اشرب نعينه. انا عندي لك فكره، انا عندي لك فكره، لانه في رمضان في سحور مع جعفور باش يقترح عليكم شيف وجعفور زاد كيف كيف على افكار نتاع السحور تكون مناسبه لكم باش ما تقلقوش. وهذاك علاش يقول لك السحور بركه، خاطر احنا لي ريزيرف نتاع السكريات نتاعنا تطلع وقتها. دونك دي بتي كونساي معناها باش نجمو هكا بور سادابتي مع ريتم نتاع رمضان، هو سي ان شونجمون كيما اي تغيير نتعرضوا له في حياتنا. بالعكس رمضان فيه دي بيان فيه، هو اللي خلينا نكونتروليو رواحنا، خاطر ان نحاولوا ان ناجلوا لي مومون دو بليزير. باغ اكزومبل كيما معناتها جانسيست تخوا على العباد اللي هما كي عندهم لاديكسيون لي سوبستانس، يخليه باغ لا سويت ياجل مومون دو بليزير فوالا الى مومون انتيريور. نظموا النوم نتاعنا. صحيح نعرفوا انه الوقت نتاع النوم نتاعنا باش يتبدل مع وقت السحور ومع السهريات والمسلسلات اكسيتيرا. دونك كان تو ديسيدي باش انك تقوم في وسط الليل وتتسحر، دو بريفيرونس انك تو غارد لو ميم ريتم. معناتها مش من الاول بالكل تقوم وتتسحر في وقت معناتها قبل وقت السحور ومن بعد تقرر باش انك تتسحر قبل ما ترقد، نو. دونك تو غارد لو ميم ريتم. حاجه اخرى كما قلنا نعاودوا ونزيدوا نفكروا ان نحافظوا على السحور نتاعنا، خاطر هو اللي يعاون باش احنا نطلعوا من الغزاغ نتاع السكر. واخر حاجه ان ما ناكلوش برشا في وقت شقان الفطر، خاطر كي تاكل برشا راهو باش يولي البدن نتاعنا ستريسي. فوالا صحيح، كي ولي بدنا ستريسي اوتوماتيكمون النفسيه نتاعنا باش تستريسي اكثر واكثر. جميل، شكرا ليك سيرين بكر، شكرا ليك رفعه المجدي، شكرا ليك زينب المالكي، شكرا ليك قصي. وخلينا نقول نعم نعم نعم، ربحت اغنيه رفعه مبروك رفعه 48%. برافو رفعه، ان شاء الله غدوه واحد يا ربي هكا يتحصلش على ربح على الاقل غدوه. كانت هذه ساعه سعيده، شكرا ليكم. شويه اخر يجيكم معز الغربية في هنا تونس، قبلها اخر مستجدات الاخباريه مع بهيرة العوجي. ملتقانا غدوه، ما تنساوش تتفرجوا في برنامج استحق اليوم على قناه الحوار التونسي وتشوفوا رواحكم شنو عملتوا نهار الجمعه. يلا في الامان، باي باي.